رغم أن كلمة النزاهة تحمل معنى أخلاقيا كبيرا، لكنها في العراق تتأرجح بين البوستر على الجدران والشعارات في خطابات المسؤولين. المدى أجرت استفتاء بين مجموعة من المواطنين عن دور هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، فكانت الحصيلة غصة في الحلق ومرارة في السؤال، وبين هذا وذاك طار المال والمفسد خارج الحدود. وجهة نظري لازم هيئة النزاهة تقوم بدورها الرئيسي يعني تجاه هذا الموضوع، وتفعل نفسها وتبعد نفسها عن المهاترات السياسية، وتكون لها استقلالية خاصة في اتخاذ القرار صراحة، يعني لا تدخل في مجالات أخرى، تبتعد عن مجالها الحقيقي اللي هو مكافحة الفساد ومتابعة المفسدين واتخاذات القرار الحازمة بخصوص هؤلاء الأشخاص كهيئات أو مكاتب أو أشخاص أو وزارات أو حكومات. المفروض تأخذ استقلاليتها باتخاذ القرار بهذا المجال بصراحة، وهذا يعني حديث الشارع أنه ماذا حصل باتجاه هؤلاء الأشخاص المفسدين اللي يعني تم إعداد ملفاتهم وتقديمهم إلى هيئة النزاهة، وسمعنا بيهم بالنسبة للوزراء أو بالنسبة لأشخاص أو أي شخص آخر، يعني ماذا حصل باتجاه هؤلاء يعني. أنا مثال حي أمام هيئة النزاهة، كنت أعمل في شركة تصنع المواد الغذائية، وكان من ضمن برنامجها تصدير الحليب الحصة التموينية إلى العراق، فاكتشفت أنه هذه الشركة تغش في صلاحية الحليب، أي ترسل حليب مغشوش إلى العراق، فالإمارات ردعت هذه الشركة ووقفتها أد حدها كون أن الحليب مغشوش، ولكن العراق لم يتخذ أي إجراء لأنه هو من شرب الحليب. إحنا نريد ناس تيجي توقف لنا، مو تيجي تأخذ فلوس البلد تنهبها وتطلع، ويجيبون موظفين كل شيء ما يفتهمون، بس يلا يكرفون بهالفلوس ويحطون بجيوبهم. ناشد هيئة النزاهة تابع هذا الموضوع وتعاقبهم حتى يقولون عبرة لمن اعتبر. مو شنو لجنة النزاهة؟ شنو يعني شغلها بس يلا هي دعاية وإعلان؟ هيئة النزاهة يجب أن تأخذ مديات أكبر من هذا الوضع. كل وزارة يجب أن يكون هناك حساب للشخص اللي يصير الحالة عنده، يعني مثلا صار حريق، الحريق هذا ما إجا واحد من خارج نطاق الحدود ودخل الوزارة وحرق الوزارة نفسها حتى تروح المستمسكات. فلذلك يجب أن يكون التركيز على هاي الأمور. الشغلة الثانية أن الشغلة تنزل إلى مستويات أدنى، النزاهة يجب أن تلتقي بشيوخ العشائر، بالمجتمع المدني، توعي الناس ليش تصير هاي الحالة. صارت حالة استثنائية بالعراق، المو فاسد ما يفيد بالمجتمع. اي غير هم هذول ياخذون فلوسنا وبلدنا وشيتنا ويمشون وخلوا العالم متاذين هنا، هاي العالم هاي متكسفه هنا، وهم يكرفون بالفلوس ياخذونها ويرقون. شريد من عندهم يسوون لنا حل، شريد من عندهم الامان زين لولا والاستقرار لنا ولكم وللعراق كله زين لولا عليه. والله احنا سمعنا هوايه، بس اللي نتمنى انه هو سمعنا عن قضايا فساد الإدارة وزير التجارة، وسمعنا عن قضايا فساد وزارة الكهرباء، وسمعنا عن قضايا فساد مشعان الجبوري، وسمعنا عن قضايا فساد المحاكم الخاصة، بس الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة يبقى هذا السؤال، يعني اللي الحكومة أصلاً مشنفة أذنها ما تقدر تفتحها عليها، وين صارت هاي القضايا؟ وين؟ هالسوالف الحكومة صار لها 6 سنين من صارت، نظام بصرحة نقل الركاب ما قدروا يعيدوه. بس يعيدون للفرهود لهم نفسهم. كهرباء ماكو. شارع الجمهوري خلي يعيدوه. شارع الرشيد خلي يعيدوه. الشوارع المسدودة خلي يعيدوها. خلي يشيلون الصبات من الشوارع. خلي يشيلوها للصبات. الصبات قاعد على رزق العالم. نحتج ونتذمر، وتبقى بوسترات محاربة الفساد ممزقة على الجدران، لأنها وباختصار مهمة لم تكتمل.